هلا والله فيكم ورجعنا لكم بموسم جديد من برنامج أنت وش أنت. عشان أشرح بسرعة البرنامج فكرة الناس الجداد اللي جونا، فكرة البرنامج نجيب لكم شخصية ونذكر صفاته وأيضا مميزاته وأيضا حاجات من تاريخه في أي لعبة، وطبعا ما راح أقول لكم اسم الشخصية، لازم أنتم بنفسكم تعرفون اسم الشخصية، ونعطيكم فرصة إلينا الحلقة الجاية بحيث أو بداية الحلقة الجاية راح نذكر لكم مين الشخصية اللي كنا نقصدها في الحلقة اللي قبلها. والحين خلونا نبدأ. ولد في سنة 1873 وأبوه كان مهاجر إلى نيويورك، وتوفى أبوه لما كان عمره 8 سنوات، وبعدين أرسلوا إلى دار الأيتام وعاش مراهقته هناك، وهرب من دار الأيتام وانضم إلى عصابة، وهناك التقى بزوجته المستقبلية وكانت جزء من أفراد العصابة، ورئيس العصابة علمه كيف يرمي ويصيد ويقرأ، وبعدين صار رجل عصابات يقتل ويسرق ويخطف. وبعد عملية سرقة فاشلة وصابتها برصاصة تركوها زملاء العصابة ولا ساعدوه، وقرر أنه يترك حياة الإجرام ويعيش في مزرعة. خلال هذه الفترة اختطفت الحكومة بنته وزوجته عشان يجبرونه أنه يشتغل معاهم ويمسك رئيس العصابة اللي كان هو فيها. ها، عرفت من هو الشخصية؟ إذا عرفتوا اكتبوا تحت بالتعليقات، ونصيحة مني لكم، فكروا كويس وعرفوا بنفسكم، لأن أحيانا يحطوا لك اسم شخصية وناس كثير يقلدون اسم الشخصية هذه حتى ما يعرفوا من هو، ويطلع أصلا الشخصية اللي حطها الأساس غلط. فدائما حطوا قراركم نفسكم عساس نقدر نقول لكم أنتم رهيبين، وطبعا راح نقول لكم من الشخصية في الحلقة الجاية. كمعكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.